لما نطلع لفصل الحقيقة لازم نروح لأنا المصري. وأنا المصري النهاردة عن جميلة الجميلات في السينما المصرية. هي فنانة، خلينا أقول لحضراتكم إنها في مسرح الجامعة بدأت نشاطها، ثم بعد تخرجها وقفت على خشبة المسرح مع الفنان عبد المنعم مدبولي في مسرحية مطار الحب، ثم اكتشفها فنيا وقدمها بقى للسينما الفنان أحمد مظهر عام 1995 من خلال فيلم حب المراهقات، وبعدها انطلقت في عالم الفن وقدمت عدة أعمال للسينما أكتر من أنا قلت جيم 1965 ثم انطلقت في عالم السينما، قدمت أكتر من 100 فيلم وأكتر من 25 مسلسل تلفزيوني. جميلة الجميلات اللي عايز أقول لحضراتكم، في بعض الفتيات وهي صغيرة تلاقيها جميلة ولما بتكبر بيبان عليها العمر يعني، وفي اللي بتبقى صغيرة وهي صغيرة جميلة ولما بتكبر بتزداد جمالا، إنما في كمان اللي بتحافظ على جمالها من صغرها لحد ما كبرت. جميلة الجميلات الفنانة ميرفت أمين. فنانة لها مذاق خاص، طلة تجذبك من النظرة الأولى، تميزت بجمالها وخفة دم لا تقاوم، تراها منذ سنوات كثيرة وحتى اليوم فيخفق قلبك بنفس القوة، هي حسناء الشاشة الخالدة ميرفت أمين. اللطيف أن أمين بدأت حياتها على خشبة المسرح وليس على الشاشة الصغيرة، حيث قدمت مسرحية يا طالع الشجرة لتوفيق الحكيم. هذا الدور الذي أهلها لأهم أدوارها السينمائية أبي فوق الشجرة مع العندليب، والذي انطلقت منه إلى النجومية. لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي. منذ ذلك اليوم وأمتعتنا أمين بأجمل الأعمال مثل أخطر رجل في العالم. كل ده من تحت راسك، أعمل إيه دلوقتي؟ أرجعها إزاي دي؟ ما أنا كنت بتفرج عليها. تفرج عليها يا بيضة يا مجنونة اللي هتوديني في داهية؟ أصلها تجنن تهبل. وبمشاركتها في أفلام كبيرة مثل الحفيد وفيلم السكرية. أنا آسف إني بضايقك. برضو أقدر أقول صباح الخير؟ في كل مكان بلاقيك. أقدر أقول وحشتيني؟ قدام البيت بلاقيك. فستاني النهاردة أشيك من فستاني امبارح، وكمان في الجامعة عشان أشوفك بتحضري المحاضرات ولا بتزوغي. وللسري حضرتك؟ لا، كمال أحمد عبد الجواد. ما يميز أمين حقا أنها أثبتت أنها نجمة كل زمان، فبدأت مشوارها منذ الأبيض والأسود بالرغم من صغر سنها، لكنها أثبتت جدارتها وحصدت البطولات على مدار نصف قرن. وتغير الزمن وتغيرت معه أمين، فجددت أدوارها بما يناسب سنها مع احتفاظها بنجوميتها، حتى كانت حديث رمضان الماضي بمسلسلها الناجح لا تطفئ الشمس التي لعبت فيه دور الأم بنفس خفة دمها المراهقة لكن بعمق الممثلة القديرة. أيوة، ضيع اليوم بقى في اللت والعجل عشان ما أخدكيش معايا المناقشة.